لو عاد بيك الزمن، يعني على سؤال افتراضي، مجرد سؤال افتراضي، عاد بيك الزمن 12 أو 13 سنة إلى الوراء، وكان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي متاحان لريال مدريد في السوق، سوق اللاعبين، كنت هتختار مين، كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي؟ انهم لاعبين مختلفين تماما. فان كريستيانو رونالدو دفاع هجومي من الدرجه الاولى، سريع جدا، له مهارات خاصه، وبالتالي هو مؤثر جدا في وسط الملعب. انا لو كان في رايي كنت اتمنى ان اضم الاثنين، ولكن اعتقد ان هم لاعبين جيدين ولكن هم مختلفين تماما، وانا اعتقد ان هم من افضل اللاعبين التي رايتهم في حياتي الكرويه.